هزة أرضية تضرب محافظة يمنية الآن، يا رب سلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ضربت هزة أرضية مساء اليوم جنوب شرق محافظة جزيرة سقطرى اليمنية، وقال موقع سلسلة جبال الهند الوسطى إنه تم رصد عبر الأقمار الصناعية وقوع هزة أرضية في بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى، وقعت مساء اليوم وبلغت 4.4 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات. وكانت هزة أرضية متوسطة قد ضربت منطقة خليج عدن أواخر يناير الماضي، ووصل تأثيرها لمحافظات عدن وتعز ولحج في ظل هزات أرضية واسعة تضرب المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة. وحسب موقع سلسلة جبال الهند الوسطى فقد تم رصد عبر الأقمار الصناعية وقوع هزة أرضية في بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى، وقعت في الساعات مساء اليوم وبلغت 4.4 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات. وتعد هذه الهزة الأرضية الثانية خلال الشهر، حيث ضربت هزة أرضية متوسطة منطقة خليج عدن ووصل تأثيرها لمحافظات عدن وتعز ولحج. وبعض المصادر أعلنت هزة أرضية تضرب محافظة يمنية مساء اليوم جنوب شرق محافظة جزيرة سقطرى اليمنية. وأيضا حسب موقع سلسلة جبال الهند الوسطى فقد وقعت بعمق 10 كيلومترات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.